ابعد ابعد اهلا بيكم في منطقة سرابيط. جدي الله يرحمه الشيخ بركات كان من أيام الاحتلال الإسرائيلي غفير هنا في المعبد. السباق الجمال اللي عاملينه تحت جبل سرابيط الخادم. سباق الجمال ده للآباء، تراث الآباء والأجداد. لو إحنا ما عملنا السباق ده الجمال دي هتهمل. لا طوعي، أنا بقول لك أنت تأخذ نص الجائزة، مثلا الجائزة 4000 تأخذ يا ابني 2000 وتركب على الجمل، وهو ابن أبوه مدربه فبيأخذ نص الجائزة. يعني هذا مهنتنا زي كده. ما اسمع كلامك. أنا شوف بركضي. أرج. أرج مشاء خيخ برك. المركز الأول لقبيلة الحويطات باسم خالد بضويعن رقم 132.